التحالف الدولي يعلن قصفنا حافلات داعش المتجهة إلى دير الزور. القوات العراقية تؤكد حيازتها معلومات مهمة عن داعش وقادته. وأكثر من 2 مليون حاج يتوافدون على جبل عرفات. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من تطورات الحرب على داعش. إذ أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون أن طائرات قوات التحالف الدولي شنت ضربة جوية لعرقلة تقدم حافلات تقل مسلحين من تنظيم داعش قادمة من لبنان ومتجهة نحو دير الزور في شرق سوريا. وأضاف ديلون أن الضربات عرقلت تقدم حافلات داعش باتجاه الشرق وقصفت جسرا صغيرا لإحداث فجوة وقطع الطريق عليهم. في الشأن السوري وعلى الصعيد السياسي، أشاد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا بجهود السعودية لتوحيد المعارضة السورية. وأضاف المبعوث الأممي رغم أن العنف مستمر في سوريا إلا أن الجهود مستمرة للحد منه، مشيرا إلى عقد اجتماع لأطراف النزاع السوري في جنيف في شهر أكتوبر المقبل. أحيا العالم يوم الأربعاء، اليوم العالمي للاختفاء القسري، وطالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية بضرورة العمل على إنهاء مأساة عشرات الآلاف من المختفين قسريا في بلادهم وتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة والمرتكبة في سوريا منذ شهر آذار مارس من عام 2011 وفق القانون الدولي. التقرير التالي والتفاصيل. تحت عنوان أين هم؟ أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 من آب من كل عام. وثق التقرير ما لا يقل عن 85 ألف مختف قسريا لدى الجهات الفاعلة في سوريا، مؤكدا أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب في سوريا. وجاء في التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتم عبر الحواجز أو المداهمات دون مذكرات اعتقال، ويحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها. وبحسب التقرير فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري. وعرف التقرير المختفي قسريا بأنه المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثقة وردت عن مصيره من الجهة التي قامت باعتقاله، ويبقى الضحية في عداد المختفين قسريا طالما أن الجهة المسؤولة عن إخفائه لم تعترف بوجوده لديها حتى إن وردت معلومات عن مكان احتجازه. وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 90% من عمليات الاختفاء القسري، وأكد أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ آذار 2011، واستخدمها بشكل ممنهج ضد جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي. وذكر أن عمليات الإخفاء القسري توسعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي. ووفق التقرير فقد كانت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تلتها محافظتا درعا ودمشق. وأكد التقرير أن النظام السوري فشل في حماية الشعب من جريمة الإخفاء القسري، بل هو من مارسه وبشكل فاق جميع التصورات في العصر الحديث. وأوصى التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا كونه يهدد أمن واستقرار المجتمع. قبل 3 سنوات اختطفهما مسلحو داعش من قريتيهما في سنجار في العراق ليتم بيع رغد أكثر من 10 مرات لأفراد في التنظيم، وهي لم تبلغ بعد 14 من عمرها. أما صلاح فقد تم تجنيده وتدريبه في معسكرات داعش قبل أن يتمكن من الهرب من معقل التنظيم في الرقة إلى مدينة القامشلي السورية. نتابع قصتهما مع مراسلتنا روناك شيخي. قلنا وين أخذنا؟ قال ولا ما نعرفه.
قبل شهرين قابلنا شقيقها عاصم في ذات المكان، وحال وصولها إلى هيئة المرأة في مدينة القامشلي جئنا لنلتقي بها. إنها رغدة، هي حالة تضاف إلى مئات النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والسبي على يد التنظيم. فملامح طفولتها أثناء اختطافها من صولاخ لم تنقذها من بيعها كسبية لأكثر من 10 عناصر في التنظيم. شو صار بعيونك؟ مين عامل لك هيك؟ كنت عند واحد اسمه صقر. صار إيه؟ كنت عنده، كان يريد يبيعني. اسمه واحد دربي، كان يريد يشتريني. قال لي قوم يتفرج عليك. قلت له ما اريد اقوم. صقر زت الشيء على عيني. قال لي ليش ما تسمعين على كلامة الأخ؟ قالوا يقولوا مثل أزياء مثل التلفزيون، يقولوا حركوا حركوا لفوا ودوروا وقاموا يشترونه. افتحوا شعركم نشوف شعركم، شوف جسمكم، روحوا البسوا ثياب، جيبوا لنا ثياب هيك حتى يشتروا العالم بالسوق. كم واحد اشتراكي؟ 15 بس مو كلنا، يمكن أكثر. يمكن يا ريت كنا نخدم منه، وشو ما يقولون نسمع كلام بس ما يتزوجنا. هالشي أصعب شي كان عندنا. نبكي يقولون أنتو كافرين، نقول ليش تعملوا لك أنتو كافرين، أنتو مرتب ما تعبدون الله. بعد ما أروح السنجار بدي أخذ حقي وشرفي، شلون ما سوت فينا، وبدي أشيل رشاء الباردة ورح أحربهن ورح أخذ شرف البنات الإيزيديات كمان. أما صلاح ذو 14 عاما فقد بدا منهكا من شدة ما عاناه أثناء تواجده في مناطق سيطرة داعش. وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه يفكر في الانتقام لأبناء جلدته. أنا وأخوي وأبي وواحد أكبر مني أخوي، دلينا 4. وبعدين أبوي وأخوي كبير ما أعرف وينهم، يعني صار لي 2 سنين ما أعرف إيش صار عليهم. أخوي واحد براقة حارف الدواعش، يعني راح شلون هم ذبحونا وقتلونا، راح نعملنا راح نقتلهم ونذبح. رغدة وصلاح ليسا الطفلين الوحيدين اللذين وصلا إلى هذا المركز، وقد لا يكونا الأخيرين. وما يجمع بين جميع القادمين إلى هنا أو المحررين من قبضة داعش دافع الانتقام ومحاربة التنظيم الذي عبث وشوه طفولتهم البريئة. رونك شيخي لأخبار الآن، القامشلي، سوريا. لنشرتنا بقية مشاهدين، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في الشأن العراقي، واصلت القوات الأمنية العراقية المشتركة عملياتها العسكرية لاستعادة بلدة العياضية شمالي قضاء تل عفر، آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي العراق. من جانبه قال قائد عمليات قادمون يا تل عفر الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن قطاعات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع حررت الجزء الشرقي لناحية العياضية وقرية طبق شمال الناحية ورفعت العلم العراقي فيهما. كشفت معركة تحرير تل عفر من احتلال داعش معلومات كبيرة عن قادته لا سيما المحللين، بحسب ما أفاد به ضباط في القوات العراقية المشتركة، وهو الأمر الذي سيجعل داعش مكشوفا خلال عملية تحرير المدن التي يحتلها في شمال محافظتي صلاح الدين وغرب الأنبار. مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. معركة تل عفر التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد داعش حملت جانبا مهما آخر غير الجانب الميداني أثناء استعداد القوات العراقية لها، حيث كانت للمعلومات الاستخبارية فيها أهمية قصوى. كذلك تم الاستيلاء على مضافات من ضمنها تحتوي على أخطر الملفات، وهي ملفات أسماء صريحة وعنوان كامل من المهاجرين من كافة جنسيات العالم. حاليا هي في حوزتي. بعد التدقيق تبين أن لديهم قاعدة بيانات كاملة شاملة عن أسمائهم، عن تواجدهم، عن كيف دخلوا إلى بلاد العراق وما هي نشاطاتهم. والحمد لله حاليا هي بحوزتي، وان شاء الله نسويها تقرير كامل ونرسلها الى وكاله الاستخبارات وهي تاخذ المجرى الحقيقي معها.
هذا الكم الكبير من الوثائق التي تخص داعش في تل عفر تمكنت القوات العراقية من الحصول عليها قبل أن تنطلق عمليات تحريرها، وكان لها تأثيرا كبيرا بحسم المعركة حيث كشفت الكثير عن التنظيم في هذه المنطقة. الأصلية أي هذا إيش عندك هنا؟ حتى حجم الأداء، الزوجات، حجم الملابس، رقم الإحصائي، هذا للغرباء فقط عندي. زين كلهم ذن هيجي أسماء مختلف الجنسيات. هذا مختلف الجنسيات. فهذا هذا نماذج من الملفات كلش مهمة جدا. زين أسماءهم الصريحة، لأن هاي المضافة مالتهم الإداريين حتى منصوبهم وش وقت وبيها، يعني حتى تاريخ المغادرة، إذا غادر، تاريخ الرجوع، الفلوس سبب الرجوع، إصابات، شنو. زين هذه السبايا. نظرا لانتماء عدد غير قليل من أمراء تنظيم داعش المهمين إلى مدينة تل عفر، لهذا أخذت هذه المعركة بعدا معلوماتيا أكثر دقة لغرض معرفة ما الذي يقوم به التنظيم أثناء تحذيراته لصد هجوم القوات العراقية. حقيقة كل الجرائم تحث على القتل، ومن ضمنهم يعني حتى من عتهم لم يطيع. فقبل 3 أيام كان نائب القائد العسكري لهذه المنطقة المكنى أبو قسورة تم ضرب 6 أفراد من أفرادهم في الساق، ولذلك لعدم صمودهم أمام قطعات فرقة الرد السريع وأمام الشرطة الاتحادية. فحقيقة ذلك كان من أمر من الوالي، يعني حتى أفرادهم ما سلموا من إجرامهم. حجم المعلومات التي حصلت عليه القوات العراقية سوف يكون كفيلا بالكشف عن الكثير من مخططات هذا التنظيم مستقبلا، كما أنه سوف يساعد القوات العراقية المشتركة في معاركها القادمة ضد التنظيم في منطقتي الحويجة وغرب الأنبار. في الشأن اليمني، سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مبنى محكمة مديرية عسلان غربي محافظة شبوة بعد معركة عنيفة ضد ميليشيات الحوثي وصالح. كما قامت القوات الشرعية بعد السيطرة على المبنى بتنظيفه من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون حول المبنى وداخله. أفادت وسائل إعلام في الهند يوم الخميس بانهيار مبنى مكون من 3 طوابق في مدينة مومباي، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 30 شخصا في الداخل. وأفادت مصادر محلية وطبية بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح وكسور خطيرة، وأن هناك 5 آخرين في حالة صحية حرجة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها إذ ما يزال عشرات الأشخاص محاصرين تحت الإنقاذ. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة لم تستبعد الحلول الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بعد ساعات من تغريدة الرئيس دونالد ترامب على موقع تويتر بأن الكلام ليس هو الحل. وأضاف ماتيس من مقر وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعملان سويا على توفير الحماية لشعبهم وحماية مصالحهم أيضا. حثت اليابان الولايات المتحدة على التقدم باقتراح لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية قد تستهدف عمالة كوريا الشمالية في الخارج وإمدادات النفط وصادرات النسيج، وتصيغ الولايات المتحدة بشكل معتاد تصيغ القرارات المتعلقة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية. ازداد عدد الفارين من ولاية تكساس بعدما ضربت العاصفة هارفي مدينة هيوستن محور صناعة الطاقة الأمريكية بكميات قياسية من الأمطار والفيضانات التي أجبرت الآلاف على ترك منازلهم. وأودت العاصفة التي تتحرك ببطء بحياة 22 شخصا على الأقل، وشردت أكثر من 32 ألف شخص منذ أن وصلت إلى اليابسة يوم الجمعة قرب كوربس كريستي في تكساس كأقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 عام.
أكد المجلس الروهينجي الأوروبي قتل ما بين 2000 إلى 3000 مسلم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في هجمات لجيش ميانمار في إقليم أراكان. وكان العنف قد أجبر الآلاف من مسلمي الروهينجا في ميانمار على الفرار إلى بنغلاديش قبل أيام. التقرير التالي والتفاصيل. وجوه شاحبة وعيون يملأها الألم تحكي وجعا أكبر من أن تصفه الكلمات. هكذا وصل آلاف من مسلمي الروهينجا إلى حدود بنغلاديش يطلبون الإغاثة ويستجدون الرحمة، بيد أن حرس الحدود في بنغلاديش حاولوا إعادتهم إلى بلادهم. وكان المجلس الروهينجي الأوروبي قد أكد مقتل ما بين 2000 إلى 3000 مسلم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في هجمات للجيش الميناماري بإقليم أركان. ونقلت الأنباء الصحفية عن المتحدثة باسم المجلس قولها إن هجمات الجيش تسببت أيضاً في تشريد أكثر من 100,000 مسلم، وأكدت أن المجازر التي ارتكبها الجيش في الأيام الأخيرة بحق مسلمي أركان تفوق بكثير نظيرتها التي وقعت في عام 2012 وفي تشرين الأول الماضي. ولفتت الانتباه إلى أن حياة مئات الأشخاص عرضة للخطر في القرى التي يحاصرها سكان محليون من البوذيين في ظل تجاهل الحكومة نداءات الاستغاثة من قبل الأهالي. وكان العنف الدائر في ولاية راخين في ميانمار دفع آلاف الأشخاص للفرار من منازلهم بعد يومين من العنف المتواصل في المنطقة. وقد هرب أفراد من مسلمي الروهينجا إلى الحدود مع بنغلاديش، لكن الشرطة البنغلاديشية أكدت بأنها أجبرت 70 شخصا على العودة إلى ميانمار يوم السبت بعد أن وجدتهم يحاولون التوجه إلى مخيم للاجئين في منطقة الحدود في غمدوم. وقال أحد رجال الشرطة إنهم كانوا يناشدونهم عدم إرسالهم إلى ميانمار. ويواجه الجيش في ميانمار اتهامات واسعة النطاق بوقوع أعمال قتل واغتصاب وتعذيب للروهينجا، إضافة إلى إكراههم على الهجرة إلى بنغلاديش. وتقوم الأمم المتحدة حاليا بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن. ويذكر أن حكومة ميانمار تعتبر أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصفهم الأمم المتحدة على أنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم. أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة مليارات الدولارات سنوياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحذر البنك الدولي من تداعيات عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه. إلى التفاصيل. نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة يؤديان إلى خسائر اقتصادية جسيمة. هذا ما كشف عنه البنك الدولي في تقرير له، مشيرا إلى أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان التحدي الأكبر لضمان النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التقرير الدولي حذر من إهدار المياه الذي يتسبب في إهدار ميزانيات الحكومات والدول، مقدرا نسبة الخسائر ب 21 مليار دولار سنويا، فيما كشف أن الحلول تبدأ بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه. بحسب تقرير البنك الدولي، فإن أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من شح المياه مقابل نحو 35% في العالم. عزى معدو التقرير السبب في ذلك إلى أن دول المنطقة تفرض رسوما هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه رغم ندرة المياه، مشيرين إلى أن الرسوم المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال للمياه والاقتصاد في استهلاكها. وكحلول جذرية، دعا المدير العام للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك الدولي المنطقة إلى زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة، خاصة أن نصف كميات المياه المبتذلة في المنطقة تصب حاليا في البيئة من دون معالجتها، ما يشكل خطرا على الصحة وهدرا. يشار إلى أن الأردن وتونس قامتا بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه المستهلكة لاستخدامها في الري وإعادة تغذية مصادرها بشكل آمن. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: سعوديات يعملن لأول مرة في عمليات الطوارئ خلال الحج.
أحييكم من جديد. توافدت الجموع الأولى لحجاج بيت الله منذ الساعات الأولى من فجر اليوم على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، حيث ينتظر أن يقضي أكثر من 2 مليون حاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة. وتقول السلطات السعودية إنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الضرورية ونشرت ما يربو على 100,000 من أفراد قوات الأمن و30,000 عامل في مجال الصحة للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية. وفي موسم الحج أيضا قدمت لنا المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبد الله، قدمت نصائح وإرشادات طبية لضيوف الرحمن من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء تأدية مناسك الحج. نتابع. خلال أداء مناسك الحج ينبغي على الحجاج اتباع بعض النصائح للوقاية من الأمراض والأوبئة التي تنتشر بكثرة بسبب التزاحم الكبير أثناء أداء شعيرة الحج، وأولى تلك النصائح هي المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة، وخاصة بعد السعال أو العطس، واستخدام المنديل عند السعال أو العطس بتغطية الفم والأنف ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم تتوفر المناديل فاستخدام على الذراع وليس اليدين. ويجب استخدام الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة واستبدالها بين فترة لأخرى. وعند الشعور بأعراض ضربة الشمس كارتفاع درجة الحرارة والصداع والدوار والغثيان والإرهاق والعطش وتشنج في عضلات البطن والساقين، فعليك أولا الابتعاد عن أشعة الشمس واللجوء إلى مكان بارد ومظلل، ثانيا تبريد الجسم ورشه بالماء البارد، ثالثا أخذ قسط كاف من الراحة، رابعا تناول المسكنات الخافضة للحرارة عند اللزوم. ولحمايتك من التسمم الغذائي أثناء أداء الحج يجب التأكد من غسل الفاكهة والخضروات جيدا بالماء قبل تناولها، والتأكد من تاريخ الصلاحية عند شرائك للأطعمة والمشروبات المعلبة، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للحشرات والتلوث، وغسل اليدين جيدا قبل وبعد تناول الطعام، ويجب تناول الطعام المطهو مباشرة وحفظه في الثلاجة بعد تبريده إذا دعت الحاجة، وتجنب تخزين الطعام المطهو في الحافلات وأثناء التنقل بين المشاعر لفترات طويلة. وللمرة الأولى تجلس 7 نساء سعوديات داخل مركز أمني تابع لوزارة الداخلية في مكة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين والمقيمين إضافة إلى الحجاج الزائرين. وفي هذا المركز افتتح أول قسم نسائي لتلقي اتصالات الطوارئ منذ أسابيع، وتعمل به شابات حاصلات على مؤهلات عليا ويجدن التحدث باللغة الإنجليزية. يرد الاتصال من المبلغ ثم أتأكد من الموقع ومن الحالة، أهم شيء الحالة، وأمرر البلاغ بحيث أنه بأسرع وقت، إذا خصوصا إذا كانت حالة طارئة مثل الحرائق والإسعافات وكذا، فأسرع وقت أن نحاول نمررها فتروح للجهة المختصة. في الحقيقة أنه هذا المركز أول مركز في القسم النسائي للجهة الأمنية، لدي مجموعة من البنات يتكلمون ويتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة ومعهم مؤهلات عالية. في الحقيقة العنصر النسائي موجود في جميع المجالات وجميع الأماكن، في المستشفيات وفي الشركات، وهي الحين موجودة في الجهة الأمنية، وإن شاء الله راح تقدم الأحسن والأفضل دائما. الدولة الحقيقة حريصة على مشاركة المرأة، إيمانا منهم بدور المرأة أنها مماثل للرجل، والمرأة أصبحت الآن موجودة في جميع المحافل في المملكة العربية السعودية. القسم اللي هو القسم النسائي الآن يستقبل البلاغات، وجميعهن حاصلات على درجة علمية جيدة، بالإضافة إجادتهن للغة الإنجليزية، وأيضا تلقوا تدريب في كيفية التعامل مع البلاغ، ونعتبرها أيضا أنها خطوة إلى الأمام لتثبت المرأة أنها تستطيع العمل في أي مكان وفي أي مجال. ونتحول وإياكم مشاهدينا إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الإمارات اليوم، التي عنونت بين صفحاتها العمل على إنتاج روبوتات محمولة بدلا من الهواتف الذكية.
جاء في تفاصيل الخبر: يجري العمل حاليا بشكل جدي لإنتاج ما يعرف بالروبوتات المحمولة التي يمكن أن تحل محل الهواتف الذكية المحمولة وتؤدي وظائف الهاتف والحاسب والروبوت معا، وتقدم أحدث وأعمق ما تم التوصل إليه في مجال الذكاء الاصطناعي. في الصحة نقرأ مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية: الشوكولاتة الداكنة تكافح أمراض القلب. أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون إيطاليون أن تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على زيت الزيتون البكر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية: مركبة فضاء أمريكية تستعد للغوص في كوكب زحل. قال مسؤولون في وكالة ناسا إن مركبة الفضاء كاسني ستنهي مهمتها التي استمرت 13 عاما إلى كوكب زحل في منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل، بإرسال بيانات حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تغوص في الغلاف الجوي لكوكب زحل المحاط بحلقات من الغاز. ونطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية: شركة صينية تعتزم تطوير قطار أسرع من الصوت. كشفت المجموعة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء عن نيتها تطوير مشروع القطار الطائر فائق السرعة الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: وبريطانيا تطلب جاسوسا يتقن الروسية. أفادت صحيفة ديلي ميرو بأن القوات المسلحة البريطانية تشهد نقصا غير مسبوق في الكوادر، ونوهت بأن القوات الجوية الخاصة البريطانية تبحث عن شخص يجيد الروسية ولديه خبرة في العمل في الأجهزة الأمنية البريطانية المختصة لترجمة وتحليل المواد السرية للغاية. خبرنا الأخير مشاهدينا من عالم الرياضة: إذ تعاقد المدافع الألماني بنديكت هوفيتس الفائز بكأس العالم 2014 في كرة القدم مع يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة من شالكة الألماني بحسب ما ذكرت إدارة نادي يوفنتوس. وأعلن يوفنتوس أن الإعارة ستكلفه 3.5 مليون يورو مع خيار انتقال نهائي سيصبح إجباريا بحال خوض اللاعب 25 مباراة على الأقل هذا الموسم تحت ألوان فريقه الجديد لتصبح قيمة شرائه 13 مليون يورو. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: التحالف الدولي يعلن قصفنا حافلات داعش المتجهة إلى دير الزور. القوات العراقية تؤكد حيازتها معلومات مهمة عن داعش وقادته. وأكثر من 2 مليون حاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.